التخطيط الساحلي للمنطقة الأطلسية الوسطى والممتدة من إقليم الصويرة إلى سيدي إفني في روبورتاج الحبيب العسري ومبارك زماني. بين جماعتي مسوان شمالا وسبويا جنوبا يمتد شريط ساحلي طوله 180 كيلومترا. هذا المعطى الطبيعي أفرز أنشطة اقتصادية متنوعة، منها نشاط الصيد البحري الذي يحتل المرتبة الأولى وطنيا من حيث عبور وتصدير المنتوجات البحرية المتنوعة. في العقود الأخيرة في المغرب المجال البحري خدا واحد البعد كبير جدا، وهدف نظري راجع التطور تقنيات الصيد البحري والإقبال الكبير على الثروات البحرية في العالم كله. زيادة على ذلك أن المغرب كيتوفر على ثروات بحرية هائلة. كاين عندنا زيد 400 باخرة ديال الصيد الساحلي اللي تعتبر 25% من مجموع بواخر ديال الصيد في المغرب. كاين كذلك 2000 قارب ديال الصيد التقليدي الذي يعتبر يعني بنسبة 15% من مجموع قوارب ديال الصيد في المغرب، وكذلك 300 باخره ديال الصيد فعالي البحار اللي كتمثل 80% من مجموع ديال الصيد فعالي في الصيد فعالي البحار بالمغرب، وبالتالي فهو اول واجهه بحريه اقتصاديه على الصعيد الوطني. ويضم هذا الشريط الساحلي ازيد من 19 موقعا للصيد من جميع الاصناف، اهمها ميناء الصيد البحري باكادير الذي تعبره ثروات بحريه مهمه ويستوعب يدا عامله كبيره. ايه 12 عام حنا خدمنا في الحرفه، بعض المرات كاين شي، بعض المرات ما كاين والو، عرفتوا حنا عايشين صافي. ايه حنا كنصرفوا على الوليد بحال كانيت وما خصنا والو، حنا عايشين وصافي. الا كاين رواج هي كنصور مزيان، بعض المرات كاين شي حاجه، بعض المرات ما كاين والو. البحر هو كل شيء، الا ما كاين البحر ما كاين والو. وعلى الرغم من الاهميه المتعدده الاوجه لهذا الشريط الساحلي، فالامر يستلزم والعالم يخلد اليوم العالمي للبحار التذكير بالتحديات التي تواجه مستقبل المحيطات والبحار والمتمثلة أساسا في استنزاف الثروات البحرية، التلوث والتغيرات المناخية.